بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتحدث عن Virtualized Storage. هاي المحاضرة هتكون هي إن شاء الله المحاضرة اللي قبل الأخيرة من Storage Virtualization، وبضل عنا تقريبا ممكن Chapter أو 2 Chapter حسب ما يسعفنا الوقت. Storage Virtualization شو المقصود فيها؟ Is the process of grouping the physical storage، يعني عملية تجميع الphysical storage from multiple network storage devices، مجموعة من network storage devices، ممكن تكون NAS وSAN tape DAS، هدول فيها مجموعة كذا storage device. عملية تجميع storage الخاصة بالclient من هدول storage devices وتقديمها لليوزر بشكل نهائي وكأنها تبدو كأنها single storage device. هذا المقصود بالستورج فيرتشواليزيشن. احنا كاند يوزر او ككلاينت ما بيهمني اعرف من وين اجتني هاي الستورج، من وين اجتني اداه التخزين هاي، انا بيهمني انه الداتا تكون متوفره عندي ويكون في عندي مكان اقدر اخزن فيه البيانات تبعتي. فالستورج فيرتشواليزيشن يضمن لي الافيلابيليتي للداتا وانه يكون في عندي ستورج كافيه لحتى اقدر اخزن فيها البيانات تبعتي. The process involves abstracting and covering the internal function of storage device from the host application, so an application or server. Okay. إذن بالنسبة لهاي البروسيس بحكي لك إنه ال host أو server أو الابليكيشنز الموجودة هاي السيرفر أو VMs كلهم هدول ما بيكون عندهم أدنى فكرة عن ال internal function لل storage devices. ما بيهمهم، هم بيهمهم أن يكون عنده فوليوم خاص فيه وبتعامل معه ويخزن عليه البيانات تبعته. فالمانجمنت بتكون إلها الستورج، بيكون في إلها المانجمنت خاص فيها. أنا ككلاينت بيهمني أستخدم المساحات كبيرة من الستورج اللي عم بيوفر لي إياها الفيرتشواليزيشن تكنيك، بدل ما أتعامل مع الناس لحال، السان لحال لآخره، من هون باخد ديسك من هون باخد ديسك. لا، أنا بشوفهم كأنهم ديسك واحد combined together to present one disk for the client. طيب كيف ممكن نحقق الـ storage virtualization؟ يتم تحقيقها عن طريق السوفتوير، بيكون في عنا سوفتوير خاص أو عن طريق appliance معين، سواء كان hardware أو إيش software. The management storage and data is becoming difficult and time consuming. هذا الشيء احنا بنعرفه، انه عشان انا بدي اجيب ستورج عندي، ستورج سيستم، بدي ابني سان، وبعد ما ابني السان او اشتري ستورج ديفايس والى اخره، فهذا شيء كثير صعب او بيستهلك باخذ وقت كثير. فليش ما احنا نلجا للستورج فيرتشواليزيشن لتحل لنا مشاكل كثيره منها؟ معنى اخر، ما اهميه الستورج فيرتشواليزيشن؟ الاهميه من الستورج فيرتشواليزيشن: Number one, improved storage management in heterogeneous IT environment. لما تكون عندي الانفايرومنت الموجودة عندي فيها كم كبير من السيرفرات، كم كبير من، يعني لو افترضنا انه داتا سنتر عندي وفي عندي عدد كبير من السيرفر، عدد كبير من الداتا، فالستورج مانجمنت بتصير امورها كثير سهلة في حال اذا انا استخدمت storage virtualization. ثاني شغلة، better availability. Better availability تعني إنه الداتا تبقى متوفرة عندي وبالإضافة إنه down time بيكون إيش أقل، down time عنا reduce the down time. يعني إذا شفت أنا، يعني هي بتعتمد، يعني لو تذكروا الريد، الريد هي شكل من أشكال virtualization بداخلها، لأنه أنا في عندي أكثر من ديسك، هذا الديسك هي عم بندمجوا مع بعض بطريقة معينة وأنا بشوفهم كأنهم one desk، تعمل معهم كأنهم one desk. Number three, better storage utilization. Better storage utilization اللي هي يحقق أقصى استخدام للستورج. فلو افترضنا أنا كان في عندي مثلا three desk، الديسك الأول attached مع السيرفر الأول وكان حجم مثلا 1 تيرابايت، وأنا ما استخدمت منه إلا مثلا 50 جيجا بايت. طيب باقي ما تبقى من الداتا عندي الفري، ليش لتضلها ايدل ما حدا عم بيستخدمها؟ ففي حال اذا استخدمنا الستورج فيرتشواليزيشن بصير عندي بول اوف ستورج،
devices، كل هاي storage devices تصبح متوفرة لكل clients الموجودين، بدل ما تكون ملتصقة بشخص معين بسيرفر معين وفقط هو اللي بيستخدمها. لا، أنا بسمح إنه السيرفر يأخذ فقط حاجته من الستوريج، وبقية الستوريج هاي بدل ما تضلها ايدل وما عم تستخدمها فأنا بعطيها لحدا ثاني. فهيك بعمل عندي full storage utilization، أو بعملنا better storage virtual utilization. طبعا وين ممكن نطبق احنا الـ virtualization؟ على أي مستوى؟ ممكن نطبقها على مستوى الريد. هي أصلاً الريد مبنية وكأنها هي عبارة عن virtual system. الريد ممكن نطبقها على مستوى الphysical storage في حال إذا كان عندي داس اللي هي direct storage، ممكن على مستوى السان، في السان نطبقها storage area network، على مستوى LAN واللوجيكال volumes. إذن كل هاي الphysical devices على أي مستوى فيهم ممكن أنا أجي أعمل storage virtualization. زي ما احنا شايفين هون في عندي هاي storage devices. storage devices جايتني من مثلا الريد، من الجيبود، من الناس، من السان، كلياتهم هذول بشكل بول عندي باستخدام storage virtualization layer. يتم انشاء logical drives، واللوجيكال درايفز عم تنعطى وتتوزع للاند يوزرز والسيرفرات. طيب نيجي نشوف كيف يتم عمل creation للvirtualized storage. هلا كلياتنا بنعرف انه الاساس موجود عندنا اللي هي الفيزيكال ديسك، زي ما شفنا بهاي الصوره هدول كلهم الفيزيكال ديسك بتكون موجوده at the bottom of the storage system. طيب هلا هاي الفيزيكال ديسك الموجوده عندنا سواء كانت طبعا centralized او distributed، بنيجي على الفيزيكال ديسك هاي بطبق بعد ما اطبق عليها الريد او الريبليكيشن. الريد في حال اذا كانت سنترلايزد، والريبليكيشن في حال اذا كانت ديستريبيوتد. بعد ما نطبق هاي الاشياء بعد هيك بنشئ، يتم انشاء الاليه اللي عم بتصير، يتم انشاء ما يسمى فيزيكال فوليومز من هاي الفيزيكال ديسك. لسه ما جبناش سيره الفيرتشواليزيشن، رحنا على الفيزيكال ديسك وتم تقسيمها الى مجموعه من الفيزيكال فوليومز. هلا الفيزيكال فوليومز بالعادة ما بنعملها attach مباشرة مع السيرفر، أو مع سواء كان سيرفر with operating system أو virtualization system. أوكي، ما بنعملها not directly، عادة not directly ما بعملها attach، لأني لو عملت لها attach خلص صارت هاي لسيرفر 1 وما حدا يقدر يعدل عليها، ولا حدا يقدر يسحب منها، ولا حدا يحذفها إلا مين؟ سيرفر 1. وبالتالي الفيزيكال فوليومز not directly mounted to upper layer application سواء كانت الـ OS أو الـ virtualization system. طيب ما أنها not directly، طب شو راح أعمل فيها؟ مين اللي راح ينشبك directly مع الـ OS والـ virtualization system؟ هلأ الفيزيكال فوليومز هاي شو عم نعمل فيها؟ يتم دمجها، ما حكينا احنا بنروح على الفيزيكال ديسك تقسيمها إلى مجموعة من الفيزيكال فوليومز، وهاي الفيزيكال فوليومز كلياتها يتم دمجها معا combined into a volume group، تتجمع كلياتها ضمن ايش؟ ما يسمى volume group، فتبدو وكأنها وحدة واحدة one volume. اوكي هلا هذا الفوليوم جروب نعمل له عند هون بلش الفيرتشواليزيشن لير، نعمل له فيرتشواليزيشن بحيث virtualized into multiple logical volumes اللي هي ال LVs، واللي هي نفسها ال LANs. ال logical volume هي نفسها ال LAN. The upper layer application uses the spaces of LVs اللي هي logical volumes. فبالأخير كل واحد فيهم يحصل على اللان تبعه، اللوجيكال فوليوم تبعه، ويقوم بتقسيم، بعمل له partitioning سي دي اي، بيشوفه كفوليوم عادي ما في شيء مشكله. نيجي نشوف الصور كيف هاي الاليه بالاولد ستورج سيستم. لو افترضنا انه هذا الفيزيكال، بروح بعمل له partitioning، وبعد ما تم عمل هاي هذا الفيزيكال ديفايس، الفيزيكال هارد ديسك مثلا، الفيزيكال ديسك، الفيزيكال ديسك هاي تم عمل partitioning منها، تجزئتها بحيث أقدر أستخدمها، وبعدين كل واحد من هدول partition تم أعطاؤه ل
file system لسيرفر، سيرفر 1 سيرفر 2 كل سيرفر within a file system خاص فيه. طيب هاي بالold storage، فخلص هذا صار معروف انه هذا البارتيشن هو لهاد وهذا البارتيشن هو لهاد. في حال اذا بدنا نعدل او نغير فلازم احذف الداتا وارجع اعدل، يعني بصير امور complicated هون مش سهلة. في حال لو استخدمنا الـ Virtualized Storage، هاي الـ Physical Device عنا، كنا منقسمها إلى مجموعة من الـ Volumes، الـ Physical Volume اللي هي الـ Partition هاي، ومن ثم هاي الـ Physical Volumes يتم تقسيمها إلى Volume أو دمجها Combined، يتم دمجها كلياتها إلى إشي اسمه Volume Group. بعد ما يتم دمجها الـ Volume Group بعدين تتوزع، يتم تحويلها إلى logical volumes، واللوجيكال volumes هاي بتنعطى لمين؟ للديفرنت سيرفر الموجودين عنا. طيب في حال إذا زدنا هون زيادة في هذا الليفل، زدنا storage device إضافية، بتكون الأمور أبسط يعني من التراديشنال traditional storage system. ليه؟ أنا هون هي ببساطة ضفنا storage physical device، عملنا لها partitioning، وهاي بعد ما نعمل كلياته partition للديفايس كلياتها رجعت اندمجت ضمن الفوليوم جروب. فقط حنزيد على هاي ونزيد على هاي، ما حتختلف الداتا عندهم وما رح تفرق معه اي شيء، بالعكس زاد عنده الداتا، وممكن الداتا ما تزيد خلص بيضل الفوليوم تبعه كما هو، وبخلي free volumes هون، مش شرط انه لازم اعمل assign لكل logical volumes هدول ل سيرفرات حسب الحاجة. طبعا في هون الفيديوهات احضروه ان شاء الله انه بوضح كمان اي شيء صار عندكم لبس. طبعا فيه اشياء اضافية مش مطلوبة منكم، لكن الاشياء اللي اوريدي انشرحت وحكينا عنها انه ياريت تنتبهوا لها بهذا الفيديو. يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله محاضرة قادمة.